بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الأعزاء، نحييكم ونجدد لكم التحية واللغة في انطلاقات هذه الأمسية المخصصة لسن الحقائق من مسافة 4 كيلومترات. تتواصل التحديات وتتواصل الإثارة ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير، شوطنا 17 الذي انطلق بحفظ من الله ورعايته الخاصين لفئة الإبكار. فنتمنى التوفيق لكل المشاركين والمنطلقين في تحدي هذا الشوط. نسير مباشرة إلى الصدارة ونتابع المقدمة والمركز الأول. هنا تتقدم المشاركات عجاب اللي تحتل المركز الأول لعبد الله بن مطر بن حمد بن عميره الشامسي، هي اللي تحتل المقدمة والمركز الأول، بينما أرى الانطلاق القادم على المركز الثاني والتسلل هنا اللي بدأ في هذه اللحظات الغادمة والمنطلقة من الجانب الآخر، حاملة رقم أيضا 64 ليس بمدونة. لكن نعود إلى المركز الثالث لنتابع الغادمة هنا مع المركز الثالث في هذه اللحظات والمنطلقة المتحدة لنايب بن محمد بن عوض الغفراني المري، يحتل المركز الثالث، بينما الانتقال إلى المركز الرابع من الجانب الآخر في هذه الانطلاقة الجميلة والمتميزة من خلال هذا المسار القوي وهذا الاندفاع الجميل. المركز الرابع اللي تأتينا في هذه اللحظات والمنطلقة بكل قوة مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام في هذه اللحظة. هذه هي بشاير مشاهدين الأعزاء لعلي بن دخيل بن سالم الربيع الجربوعي، بينما المركز أيضا الخامس الغادمة في هذه اللحظات المنطلقة الشاهنية لعبد الله بن طالب بن حمد الفهيدة المري. هذه هي النتيجة والنداء للخمسة المراكز الأولى، ولكن أسماء خلف الكادر الإعلامي نترقبها مع المنعطف الأخير مع الكيلو والمتر النهائي. ولكن العودة، العودة إلى الصدارة، العودة إلى المركز الأول، من تقود المشاركات وتندفع في هذه اللحظة الجميلة مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام في هذه الانطلاقة الجميلة. هذه هي المتحدة هنا على الصدارة الأولى وعلى المركز الأول، يقدمها نايب بن محمد بن عويض الغفراني المري. واشوف شعار راعي الطاغي بدا ينطلق على المرتبة الثانية ليقدم لنا مشاهدينا الأعزاء اللي هي النصيبة عبيد بن رملي بن محمد العامري. وهناك شعار الصمود بدا ياتي مع المرتبة الثالثة مشاهدينا الأعزاء الغادمة في هذه الانطلاقة. هذه هي حور لمبخوت بن سعيد بن مبخوت بالعضيلي العامري، بدا ياتي على المركز الثالث، بينما المركز الرابع هنا أيقونة لسعيد بن حمد بن جار الله بن جهويل المري. ولكن هنا الكيل الأخير، الكيل الخطير، الله يا المتحدة، المتحدة والنصيبة في معركة طاحنة، في معركة طاحنة على شرف هذا الشوط. ولكن النصيبة، النصيبة مع عبيد بن رملي بن محمد العامري. وأشوف القادمة هنا مع المركز الثاني، القادمة في هذه الانطلاقة الجميلة والمتميزة، هذه هي الشاهنية لمحمد بن علي بن محمد الجربوعي المري. ولكن خلاص المصانع الجنوب، المصانع الجنوب، سلام سلام عليكم يا أهلي دولة الإمارات العربية المتحدة من دولة قطر، إلى أهل الوقن، إلى أهل الوقن، تهانينا لعبيد بن رملي بن محمد العامري. ولا يسعنا أن نزف التهنئة للمتابع لهذا الشعار أيضا سهيل بن الرملي العامري، فتهانينا على فوز النصيب المركز الثاني اللي احتلته مشاهدين الأعزاء في هذه الانطلاقة. أتت فيه الشاهنية لم
محمد بن علي بن محمد الجربوعي المري والمركز الثالث. المركز الثالث اللي اتت فيه نزوه المبارك بن حمد بن متعب بن محمد العامري، والمركز الرابع فامسى من نصيب اللي هي شوق سعود بن جهويل بن سالم البقيح المري، والمركز الخامس اللي اتت فيه مشاهدينا الاعزاء اللي هي حور لمبخوت بن سعيد بن العضيلي العامري. هذه هي النتيجة، ولكن العودة إلى أيضا التوقيت الزمني الذي تدون تحت أقدام النصيبة أيضا قاطعة مسافة السباق بزمن وغدرة 5 دقائق و52 ثانية 96 جزءا من الثانية. تهانينا لعبيد بن الرملي بن محمد العامري على فوز النصيبة، بينما اللي اتت في المركز الثاني اللي هي مشاهدين الاعزاء الشاهنية قاطعة مسافة السباق بزمن وغدرة في 5 دقائق 55 ثانية 30 جزءا من الثانية. تهانينا لمحمد بن علي بن محمد القربوعي المري، بينما اللي اتت في المركز الثالث اللي هي نزوة قاطعة مسافة السباق بزمن وقدرة في 5 دقائق 56 ثانية 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لمبارك بن حمد بن متعب بن محمد